بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين المنهج السلفي من مكتش أشرف المياه ولا غير أشرف المياه. هذا منهج نظيف ونقي ابتعد عن شر الفتن وشر الفتن ما ظهر منه وبطن. ونحن مع القيادة ومع الجيش ومع الشعب قلبا وقالبا. اللي يبي الجيش والمشير حفظه الله والجيش وقائد الجيش والشعب هو اللي بيسير في البلاد. واي غير ذلك ان تبرر من اي واحد ينسب للسلفيه ما ليس فيها ولا منها. واي واحد يبي يدير لنا برنامج يشوه الدعوه السلفيه نحن بريئين منه كل البراءه ويجي يقابلنا في الساحه ونتقابل معاه وجه لوجه قدام الناس امام الناس لكن ما يشوه الدعوه السلفيه. نحن مع بلادنا ومع جيشنا ومع وطننا واهلنا ومع القياده قلبا وقالبا ونحن نبو الشايب المشير ونبو الجيش ونبو وطننا يعيش في امن وامان بعيد عن الاخوان وعن الخوارج والتكفيرية وجميع الأحزاب الباطلة بغرض غير دين شرعي أو غير مش موافق الدين والقانون. هذا نحن ما نهتد به لأن القانون هو منسوب للشرع مع الشرع مع شرع الله عز وجل ومع السنة مع هذه السلف الصالح. هم يقصدوا شكي هم يقصدوا خوفا على البلاد قالوا نحن ما نبوش يصير زي ما صار الشرع في 17 في نكبة 17 فبراير دمرت البلاد وقتلها ومفقودين وقعدوا معاهم انا شخصيا. قصدهم انهم يبوش يصير شرف البلاد يتضارب عن القياده والبرلمان والشعب وتصير فتنه في البلاد. هذا قصدهم بس مش قصدهم اي اخر ولا قصدهم يقولوا عليكم خوارج ولا تكفيريين. هذا اللي